شكرا للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة الإسيسكو. شكرا لوجودكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمحوا لي طبعا أولا أن أنا أرحب بكم جميعا على في أرض بلدكم الثاني مصر، واسمحوا لي أن أنا أنقل لكم جميعا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنياته لكم جميعا بكل النجاح والتفوق في هذه الفعالية الهامة جدا. والحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة لأن أوجه الشكر للدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على يعني انه يبقى موجود معانا ويبقى يعني الحقيقه تنظيم هذه الفعاليه شديده التميز للشباب، بطبعا مشاركه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي المصريه ممثله في زميلي الدكتور ايمن عاشور. والحقيقه يمكن السيد الرئيس يعني بيولي قضايا الشباب يعني شديد الاولويه وشديد الاهتمام، ودائما بتأتي على قمة أولويات الدولة المصرية، وفي كل المحافل دائما فخامة الرئيس بيحرص على إبراز تقديره الشديد لدور الشباب في النهضة التنموية اللي بتحصل في مصر النهاردة، وحرصه الشديد على إدماج الشباب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والحقيقة أن يعني إطلاق أول نموذج محاكاة لشباب العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة هي مبادرة قيمة نابعة من حرص السيد الرئيس على تهيئة وتأهيل وإعداد الشباب ومنحهم حقهم في الأخذ بزمام الأمور والتعبير عن طموحاتهم وأهدافهم ورؤيتهم في الحياة. والحقيقة كل هذا ما هو إلا واجب على كل القيادات السياسية تجاه الشباب لدعمهم ومساندتهم وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل أن نبني شباب واعد قادر على مواجهة المستقبل ومساهم ومبادر ومشارك فعال في بناء مجتمع الإنسانية والعدل والتضامن والاستدامة. وقد بادر السيد الرئيس في الدورة 14 للمؤتمر العام للإسيسكو بوضع رؤية لتحويل التعليم إلى محرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وعملت اللجنة المصرية للتربية والثقافة والعلوم من خلال رئاستها للمؤتمر العام بجهد كبير للتنسيق بين الدول الأعضاء 45، ونطلق اليوم نموذج تأهيلي للابتكار يدعم تلك المجالات من خلال ما يلي: أولا الإعلان عن منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي، وتركز المنحة على مكانة مصر كمركز ذو خبرة كبيرة في التدريب على آليات الابتكار وخلق بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين. تعتمد مخرجات المنحة الرئاسية على مشروع إرشادي يتم دمج عدد 100 منحة بداخله لكي يتسنى تقييم وقياس مدى فعالية المنحة ونجاح مخرجاتها ورصد تأثيرها وأهميتها كمكون أساسي لقدرة مصر على تطوير برامج متخصصة في الابتكار وإعداد الكوادر النابغة في كل دول العالم الإسلامي. ثانيا إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز ودعم قدرات الموهوبين والمبتكرين بمراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وبعد الجامعي والباحثين ورعايتهم، وتمويل مشروعات لتعزيز قدرتهم وتقديم المنح والحوافز والجوائز لهم، وعقد المسابقات في كافة مجالات عمل الإسيسكو، وكذلك التنسيق بين الدول الأعضاء في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لتبني أفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها، بالإضافة إلى العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الموهوبين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية. ثالثا مجلس شباب دول العالم الإسلامي، ويهدف هذا المجلس إلى دعم ومساندة الشباب في مجالات عمل منظمة الإسيسكو
ويقدم التوعية والتطوير للشباب من أجل تحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة في جميع دول العالم الإسلامي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعمل الإسسكو على تحقيقها. ويعمل المجلس كمنصة تحتضن الشباب المبدع وتزرع الأمل في نفوسهم وتستثمر طاقاتهم لإعداد قيادات عربية وإسلامية شابة واعدة، وذلك عبر قطاعات واختصاصات المنظمة، بالإضافة إلى إتاحة دراسات واستطلاعات تختص بشباب دول العالم الإسلامي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته. وفي الختام أود أن أؤكد على أهمية التضامن والسلام كثقافة أساسية لازمة لخلق بيئة داعمة للتنمية والازدهار، وأن نتعاون جميعاً لمنح الشباب كل ما يحتاجونه ليكونوا مؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم، وأن يكونوا صناع في القرار وقادرين على تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية، وأن نعزز فيهم الثقة لرسم ملامح المستقبل القريب الذي نرجوه مستقبلا حافلا بالعطاء والنماء والرفاهة يليق بتطلعات مجتمعاتنا ورؤى وطموحات شبابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.